اذا مادو ما انا ما كنطبقوش السنه مؤكده من الاحسن ما نعيدوش. واللي ما فعلوش فريضه عليه حتى هو. بالنسبه للعيد فكرة ديالي ان من الاحسن ما يكونش، لان انا بنفسي مزمه هذا العام نظرا لهاد السنوات اللي دازت ديال جائحه كورونا، وحنايا كنعملوا التجاره الحره. ما انا بالنسبه لي انا والابناء ديالي ما قدرناش حتى نوفروا قيمه المعيشه ديالنا، ما بالو كنقدروا نضحي، ولكن الحمد لله غادي نحاولوا بما امكننا. ما غاديش نعيدوا لان ما مساعدانيش الظروف صراحه، وما ما عندناش حتى مشكل. ماشي هو كيقولوا بان السنه مؤكده، ولكن السنه مؤكده اولا حنا ما كنطبقوهاش بعدا اصلا. السنه مؤكده كيخص تحيد منها الثلث، السنه مؤكده ديال النبي صلى الله عليه وسلم. حنا كنشوفوا نفوسنا كنمشيو كنشريو حوالي كندبحوا كنفصلوا كنخشيو في الفريكو صافي ما كنعرفوا فيها. اذا ما دام انا ما كنطبقوش السنه مؤكده من الاحسن ما نعيدوش، نظرا للظروف الماديه والاجتماعيه ولا الظروف مكرفسين شويه. الحمد لله الحمد لله ونشكروه. بالنسبه حنا الكبار ما كاين حتى مشكل، ولكن اللي عندنا الدير الصغار وتعرف الدير الصغار با سيدي كذا حدي حفايدي راه فاتحين هذا الحوايج شحال دير اونيت اوبليجي سنة كذا. ومع الاسباب دابا ديال الحرب اوكرانيا ومع الغلاء اللي كاين في هذا الوقت وهذوك الكسابات هما زايدين في الثمن و اللي في الرزق راه تيتسدى. ايوا المسكين ما يرضاش مع الجيران مع هذه ما تيرضاش، هادشي اللي كاين مع العاده المغربيه. فبطول التجربه ديالي مع دابا عندي 70 عام اطراف ذاك المسائل راه كاينه ذاك. انا ما معيداش هذا العام، حنا شادين الحوت مجين وبعدك على ود هادشي، على ود الكورونا، على ود الاثمنه، على ود هاد الدمايات وهاد الخنز اللي كيبقى في الزناقي وهاد مالنا على هاد الهبل هذا كله. اللحم كاين العام كله. انا نفضل هذاك الشيء اللي غنعيد به غادي نمشي نصدقه ان شاء الله. فريضه فريضه لابد ما تذبحي. ايوا تشاركوا جوج عائلات ثلاثه ويذبحوا واحد وياكلوا ويصدقوا وتبقى لنا شويه ديال ياك ديال الماشيه وديال ماشي نجزروا كل شيء ومن بعد عيد دايز دايز. ما كلاش انا كنشوف خمسه العائلات سته يتجمعوا مثلا دار الوالد كله كيجيب حولي جوج حولي جوج حتى كيصدقوا في سته سبعه حتى كتولي قرنه ما كتبقاش. واللي ما فعلوش فريضه عليه حتى هو. واحد كبير ملي كيجي كلشي تيعيد من عند الله، هو في الاول كيبقى يقولوا عيد كبير هذه الحوايج طالع عليه الفوق فهمتي، وهذه كلشي غادي ندير ومن عند ربي كبير فهمتي، كلشي تيعيد داك الشيء قسم ليه الله فهمتي. هذاك الشيء على الهضره ديال غادي نقولوا فهمتي. هاد الاسعار هادي راه هما اللي كيزيدوا في هاد الاسعار. المهم هاد الشيء ديال ليسانس وهادي حيدوا لك 10 دراهم بالزيت يقول لك هادي هادي حكومه هي الله يهديها فهمتي باش هي كتعمل فهمتي. وانا بغيت انا المهم دابا الانسان المهم يرجع عقله فهمتي ويعيد باش ما كان اللي قسم ليه الله فهمتي. ما يبقاش يقول نشري حولي كبير ولا حولي صغير ولا هادي فهمتي. داكشي اللي غادي يقسم ليه الله ياخذوا داكشي وربي كبير من عند الله كلشي تيعيد كلشي كيدوز بخير.